دلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتشهد قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بالتعاون مع جامعة القاهرة تحت عنوان صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين، واللي بيقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. النهاردة تنطلق فعاليات الدورة السادسة لقمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، وبتستمر حتى 21 مايو الجاري. بتقام القمة تحت رعاية رئاسة الوزراء وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية الهامة بهدف تعزيز مكانة مصر الإقليمية في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني. النهاردة هيقيم بيت الشعر العربي التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الأستاذ الدكتور وليد قنوش في 8 مساء أمسية شعرية جديدة تحمل اسم ليلة حافظ إبراهيم، إحياءً لذكرى الشاعر الكبير اللي بتحل في 21 يونيو المقبل. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع مباراة إياب الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية اللي بتجمع بين الزمالك ونهضة بركان المغربي في الساعة 8 مساء على استاد القاهرة الدولي.